الناس نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي على خير. اليوم كيف ما كتشوفوا غندير معكم واحد الملاقية اللي هي خفيفة وكتجي في يعني في الهبطة ديال الجلابة أو القفطان، اللي هي كتجيب العقيق. نبداو على بركة الله. فما كتشوفوا هانتوما هنا عندنا كنبداو، وهنا عندنا البدية ديالنا في أربعة الغرزات. ها هما أربعة الغرزات، وشتو معي في الفيديوهات السابقة كيف كيفية بناء الغرز، ولا كيفاش يعني البدية كيفاش نبداو هاد الغرزات. نبداو على بركة الله. كان بعد ما ضربنا في التوب كنخدمو الغرزة الأولى، هاي بهاد الشكل خدموها ونديرو العقيقة ديالنا. كيفما قلت لكم يعني هاد الراندة ديال العقيق، يعني الخيط هنا خصو يكون بروم، الحرير ديالنا خصو يكون بروم على ثلاثة الشعرات ولا جوج شعرات. والبرا ها هي البرا رقيقة كيفما كتشوفو، النمرة ستة. كيفما قلت لكم ها انتوما ضربنا الضربة الأولى كنركبو العقيقة، كنقزو الغرزة الثانية ونضربو في الغرزة الثالثة هاد الطريقة، ونضربو الغرزة الأخيرة اللي هي الغرزة الرابعة، كنضربو في التوب ديالنا هكذا، نهبطو عادي مع هاد الغرزة، نضربو عادي الغرزة الأولى. وهنا في العقيقة ديالنا كنديرو غرزة، يعني كنخدمو غرزة قبل العقيقة هكذا، وغرزة من بعد العقيقة هاي، كنخدمو الغرزة اللي بقات عندنا الغرزة الأخرى هكذا، نضربو في التوب ديالنا هنا. كيفما كتلاحظو البنات هاد هاد الخدمة ديال العقيق، خاص هاد الغرزات يكونوا شوية متباعدين. في التوب كنديرو مباشرة العقيقة ونضربو في الغرزة هنا اللي عندنا في العقيقة بهذا الشكل، نديرو العقيقة الثانية، نضربو في الغرزة الأخيرة بالطريقة، نضربو الضربة في التوب. هاهي بالنسبة لهاد الخدمة ديال العقيق، كتيكونو البنات هاد الضربات يعني كيكونو شوية متباعدين. نطلعو الخيط الفوق ونضربو غرزة قبل العقيقة هاهي، وغرزة من بعد العقيقة. العقيقة وغرزة من بعد العقيقة هكذا، كنضربو في التوب بطريقة، نخدمو الغرزة الأولانية هكذا، كنديرو عقيقة هنا كتجي وسط ما بين هاد جوج العقيقات اللي عندنا، كنديرو عقيقة أخرى بهاد الطريقة، نضرب الغرزة الثالثة هي اللي هي في العقيقة هكذا، ونخدمو الغرزة الأخرانية بالطريقة، نضربو في التوب. هنا البنات كنهبطو نخدمو الغرزة الأولى، وهنا ضربة دائما قبل العقيقة، أولى غرزة وغرزة من بعد العقيقة، نخدمو الغرزة اللي بقات لهنا. أنا البنات الخيط يعني سهل ليا، غادي ندفنو هكذا تحت التوب معايا باش ميجيكمش الفيديو طويل، يعني أنا خدمت صف طلعت واحد الصف وهبطت معاه، وهذا الصف الثاني تا هو خدمتو، أنا غادي نرجع معاه.
غنضرب في التوب ديالي، وهنا غنبدا يعني ندير هاد العقيقات. كنخدمو الغرزة الأولى هي نركب العقيقة ديالي، كنقص الغرزة الثانية ونضرب في الغرزة الثالثة هي، ونخدم الغرزة الأخيرة اللي تبقات ليا، نضرب هكا في التوب ديالي نطلع الخيط الفوق، نرجع في الغرزة هذه. بالنسبة للعقيقة أنا كندير واحد الغرزة هكذا قبل، وغرزة أخرى هكذا، غرزة من بعد العقيقة هاهي. نطلع الخيط الفوق ونخدم الغرزة الأخيرة اللي بقات ليا هنا هاهي، نخدم في التوب ديالي هاهي، ندير الغرزة في التوب ديالي هكذا. هنايا كندير مباشرة من بعد الغرزة، أولا من بعد الضربة ديال التوب كندير مباشرة العقيقة هاهي، ونضربو هنا وسط هاد العقيقة اللي درنا، يعني كنخليو هنا الغرزة ونضربو في الغرزة الثانية بهاد الطريقة، نديرو العقيقة الثانية، خليو عاوتاني الغرزة الثالثة، وكنضربو في الغرزة الأخرى اللي هي الغرزة الرابعة هاهي، كنضربو في التوب ديالي طريقة. من نكون راجعة البنات كون هابطة، كندير غرزة قبل وغرزة هنا من بعد العقيق، باش كنتبتو باش نتبتو هاد العقيقة ديالنا هاهي. نفس الشيء بالنسبة للعقيقة الأخرى هكذا، غرزة قبل العقيقة وغرزة من بعد العقيقة هاهي، كنزيرو على العقيقة ونضربو في التوب ديالنا بهاد الطريقة. هنا البنات غنضربو هاد الغرزة هاهي اللي في العقيقة بهاد الطريقة، غنحاولو غنديرو عقيقة تجي وسط من هاد الجوجات هاهي. هنا راه عندنا غرزة هنايا كنخليوها، ونضربو هاد الغرزة الثالثة هاهي بهاد الطريقة، هنا بقات لينا الغرزة الأخيرة اللي هي الغرزة الرابعة هاهي، غادي نضربها هاهي على هاد الشكل، نضربو في التوب ديالنا. نطلع الخيط الفوق ونخدمو هاد الغرزة، نضربنا الغرزة الأولى، نضربو هكذا غرزة قبل العقيقة وغرزة من بعد العقيقة، باش نسدو على هاد العقيقة يعني نثبتوها هنا، كنضربو هاد الغرزة وغادي نهبط بيه بهاد الطريقة. كنتابعو البنات بنفس الطريقة، يعني من بعد ما درنا يعني طلعنا بصف وهبطنا بالاخر يعني واحد جوج مرات، كيف ما قلت لكم هاد المسافة نتوما على حسب الرغبة ديالكم هي يعني الخدمة كتجي بهذا الشكل. نتمنى انها تنال اعجابكم، واللي كانت اول مرة كتشوف القناة ديالي نتمنى انها تدعمني بابوني ولايك وتفعل الجرس باش يوصلها الجديد.